تنسب حكاية إلى السفاح ستالين، أنه في الحرب العالمية الثانية دخل عليه ضابط برتبة عالية وأخبره أن عرافا في الخارج يريد مقابلته ويحمل إليه تنبؤات لا بد من معرفتها قبل خوض الحرب. نظر الزعيم السوفيتي في وجه الضابط وقال له بحزم: اخرج واقتله على الفور. وهكذا فعل، فالآمر ستالين، وما أدراك ما ستالين. قتل الضابط العراف بطلقتين من مسدسه في رأسه، ثم عاد إلى رئيسه يسأله عن الحكمة من قتل العراف بدل الاستفادة من تنبؤاته. فأجابه ستالين: لو كان هذا المشعوذ يعلم الغيب لما أتى إلينا ليموت.